يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن الديسكلوجر بانل هيدر تكست في الجوات بالنسبه للسيمبل شوكيس اكزامبل. لو جينا بصينا على الجوات شوكيس اكزامبل هنلاقي ان كل الديسكلوجر بانل ليها طبعا ليبل هيدر ليبل، وفي نفس الوقت هي كمان يعني الديفولت بتاعها اللي هي مينيمايزد، وبعدين بيحصل لها اكسبانشن لما احنا نكليك على المثلث اللي موجود معها. لو جينا بصينا عندنا هنا بالنسبه لايكليبس، اول حاجه طبعا عايزين نظبطها عندنا ان احنا نظبط البوزيشنز بتاعه السبليت اللي هو الهوريزونتال سبليت بانل. فممكن نعمله سيلكت ونيجي عندنا هنا في بارامتر اللي هو سبليت بوزيشن، ممكن نخليه مثلا 300 بكسل، وبعدين نيجي كمان نسلكت اللي هي الكاستم بانل اللي احنا عملنا لها كرييت، ونحاول ان ريسايز بحيث ان هي تبقى السايز بتاعها مظبوط بالنسبه ان هو يطلع اللي يكون كلها الليبل كلها في وقت في يعني في سطر واحد. فدي بالنسبه احنا عملنا اول واحده بالنسبه للويدجت. تاني حاجه عايزين نعملها هنا عايزين ندي نيم للبانل اللي هي الديسكلوجر بانل. فهنيجي هنا في بارامتر هنا موجود اللي هو الهيدر تكست، فهنا هنسمي ديت ويدجتس. وبعدين بعد كده هنا فعلا اسمها ويدجت. وبعدين غير الحاجه الاخيره اللي عايزين نعملها ان هي نخليها مش اوبن، يعني هنا في اوبن ترو، فاحنا دلوقتي خليناها مينيمايز. فنغير برضو نفس الفكره هنا السايز بتاع اللي هي البانل اللي بعديها اللي هي كانت الليست منيو. وهنا لو جبنا عندنا جزء هنا من اسمها لستس اند منيو، فاحنا هنا جوه البانل هنغير الهيدر تكست هنخليها لستس اند منيوز، ونخلي الديفولت بتاعها اللي هي الاوبن برضو نعمله ديسيبل. فدلوقتي هيحصل لها مينيمايز. هنكرر طبعا الموضوع ده بالنسبه ليهم كلهم. دي اللي بعد كده اسمها تكست انبوت، البانل اللي بعد كده اسمها بوب ابس، وبعدين نعمل ديسيبل للاوبن. نيجي بعد كده في البانل هنا نعمل ريسايز، ونعمل ديسيبل للاوبن، ودي اسمها بانلز. هنا بعد كده عندنا تيبلز، ونيجي هنا نغير نخلي ده ديسيبل، وبعدين بعد كده نسمي دي تيبلز. هنا نفس الفكرة نغير السايز، وبعدين نبتدي نغير الليبل بتاعنا. هنا نسميه سيل ويدجتس، بعدين نعمل ديسيبل، وبعدين بعد كده ناقصنا هنا عندنا الانترناشناليزيشن. نيجي بالنسبة هنا نعملها disable، ونغير الليبل بتاعنا برضو هنا الانترناشونال ناشوناليزيشن. وبعدين بعد كده اخر واحدة عندنا هنا هنغير الليبل بتاعها، نقول عليه other feature
ونعمل لها عندنا هنا ال تول ونخليه. فلو جينا عملنا سيف وبعدين عملنا كويك تيست فممكن فعلا دلوقتي نلاقي ال احنا وصلنا الى حد ما قريب من الديزاين بتاع الاوريجينال اكزامبل. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.